النهارده بقياده الاستاذ خالد البرشي رئيس لجنه الحريات الصحفيين. نظم وقفه النهارده لامرين، الامر الاول هو اعتقال الصحفيين والدفاع والتسكير في عدد الصحفيين المعتقلين داخل سجن العسكر، والاختفاء القسري وعدد الشباب والبنات اللي موجودين رهن الاختفاء والاعتقال القسري لحد النهارده في اعداد منهم ما نعرفش طريقهم فين. عندنا شكاوى متعدده من اكثر من زميل بتخص الاوضاع داخل السجون، عندنا ناس في العقرب حتى الان ممنوع، الشكاوى اللي وصلنا بتاكد ان هو ممنوع عنهم اللبس الشتوي لغايه دلوقتي، عندنا زميل بيعاني من ورم ومحتاج تدخل جراحي عاجل، عندنا زملاء بيعانوا من فيروس سي بيحتاجوا نقلهم للمستشفيات، عشان كده احنا رافعين فكره هان عليكم لانهم الحد الادنى لحقوقهم العلاج، الحد الادنى اللي المفروض كنا نتكلم عليه قبل كده هو الكليه، دلوقتي بنتكلم على حقهم في انهم يتعالجوا، بنتكلم على حقهم في طبعا حقهم في الحريه ده ثابت وسيظل ثابت. جايين النهارده عاملين وقفه احتجاجيه للقبض على الصحفيين واتهمهم بتهم ملهاش اي اساس من الصحه بناء على مذكره الامن الوطني. زوجي بينزل النيابه اصلا ما بيتحققش معاه في اي حاجه، بيتاخد تجديد من غير اي حاجه، والمفروض النهارده اولى الفعاليات اللي اطلقتها لجنه الحريات في النقابه حمله هنعالجهم ونخرجهم. النهارده اول فعاليات وقفه احتجاجيه على سلالم النقابه، بعد كده المؤتمر. فعلا الحمله بدات يوم الاحد بتقديم بلاغات تخص ازواجنا الصحفيين المعتقلين اللي بيتهمون تهم ملهاش اي اساس من الصحه لمجرد ان هو صحفي، بجانب الصحفيين اللي حالتهم الصحيه خطيره جدا. احنا زي ما قلنا عندنا قائمه طويله، عندنا اكثر من 32 صحفي، اكثر من 13 منهم محبوسين بسبب مهنتهم، بعضهم تم تلفيق تهم ثانيه لغير الصحافه، هو كان بيمارس مهنه الصحافه، عشان كده دي الفعاليه الاولى. قالوا حريه وقالوا قانون، قالوا حريه وقالوا قانون، والصحفيين جوه السجون، والصحفيين جوه السجون، ابن السور السجن وعلي، ابن السور.